مساء الخير. بكل بيت في كورنر صغير هو اختصاصه انه يكون صيدلية. هالصيدلية الموجودة بكل بيت غالبا ما بيكون استثمارها بطريقة خاطئة، يعني مثلا البعض ما بيحط، بتلاقي بنحط ادوية شو ما كان، ما بينتبه خالصا مدتها ولا ما خالصا مدتها، هل هي مناسب للحفظ هالادوية، الجو كلون في اضاءة ولا ما في اضاءة، في تهوية، في ممكن يفوت فيها صراصير او اي شيء، هاي كلنا نحن منطنشها. وكمان في شغله ثانيه، البعض بيلجا للادويه المسكنه بطريقه مبالغه فيها، وحتى بظل هالازمه اللي نحن فيها اللي هي الكورونا، الصغير والكبير ما بلاقي غير اي اعطونا اسبرين. هالعادات يا ترى خاطئه بالمطلق او ممكن تكون صحيحه؟ رح نعرف مع الصيدلانيه الدكتوره نور البيطار. مساء الخير. اهلين حبيبتي. مساء الخير. اهلا فيك دكتوره. أهلين دكتوره حبيبتي. بدايه نحن اليوم عم نحكي عن الصيدليه، خلينا نقول المصغره بالبيت او الكورنر هذا الصغير مثل ما تفضلت دكتوره ايفانا. خلينا نحكي عن هي الصيدليه، نحن كيف لازم تكون اليه حفظ الدواء اللي بقلبها، وين لازم نختارها بالبيت، علوها، في نوع خشب معين او لا، يعني احكي لنا بشكل عام نحن كيف فينا نختار صيدليه البيت. تمام. بالنسبة لصيدلية البيت يفضل انه تكون بمكان لا مرتفع ولا نازل كثير، بحكم انه وقت الحالات الإسعافية الشديدة يكون سهل الوصول لها. ثانيا نفترض انه هي لا تكون بالحمام، كثير من الاشخاص على فكرة بيحطوها بالحمام وهو شيء خاطئ، لا تكون بالمطبخ، لا تكون قريب مصدر مي، يفترض انه تكون بعيدة عن الحرارة، بعيدة عن الشمس، بعيدة عن الرطوبة، بمكان جاف. طالما حطيناها بهيك مكان ويفترض انه نحن نحط بقلبها هدول ظروف السيليكون يلي بيجوا اللي بتمص الرطوبة. تمام. بحكم بفصل الشتاء نهائي ما تتأثر الأدوية بأي رطوبة نتيجة شغلنا الصوبيا أو بلزق مصدر حراري. يعني فينا نقول نحن أنه لازم نغير وقتها بين صيف وشتاء، كونه بسوريا لا. أوقات بنلاحظ أنه درجات الحرارة صح بتفرق، تختلف كتير، بس لا نحن يفترض خلاص نحطها بمكان بعيد عن الصوبيا، بعيد عن المكيف حتى، لأنه زايد أخو ناقص، فلا لا حرارة ولا برودة شديدة، لأنه في أدوية بتفسد كمان خارج درجة حرارة معينة. تمام. خلص بمكان بعيد صيفا شتاء، بمكان متوسط وبكفي. فهمت عليك. طيب دكتورة، هلا دائما احنا بنسمع انه والله دواء خالصة مدته، يا ترى فعاليته، معلش خدومه، فعاليته اصلا لساته او بتقل فعاليته، ففعلا هالمقولة صحيحة؟ هل هو فعلا احنا بنقدر ناخده؟ في ادوية ممنوع ناخدها لانه اصلا مدتها خلصت، وهل فعلا الادوية اللي خلصت مدتها فعاليتها اقل؟ تمام. دكتورة، هلا هو التاريخ اللي بنكتب على العلبة هو اليوم الأخير لضمان الشركة المصنعة لأعلى فعالية للدواء. تمام. بعد هيك بتبلش تقل فعالية الدواء، فنحن إذا خلصت فعاليته مو يعني إنه خلص هو صار الدواء على الكب، لا. بأدوية معينة مثلا مثل الضغط والسكري بتلاقيه بضل بيعطي فعالية بس بتقل، يعني بتلاقي ما كتير الدوزان اختلف مع المريض، ما عاد أعطاكي بالضبط. يعني بصير نحن مثلا نحتاج بدل حبه، حبه ونص او طبعا شنت لهيك. وهذا الشغل غلط، يفترض لا الادويه او الزمر الامراض الاساسيه مثلا ضغط سكري لا تتاخذ حصرا ضمن تاريخ معين، انتهت فعاليتها اخر يوم خلاص. بس مثلا عندنا ادويه ثانيه مثلا مثل الاسبرين، مثل الباراسيتامول، الفيتامينز، هدول القصص كلهم نحن بنقدر ناخذهم وخالصه فعاليتهم. ليش؟ لانه الكريستالات بيكون النقاوه، عفوا نقاوه الجوده تبعهم قلت، فهنا بيعطونا فعاليه بس مثلا 80 70 60% بس مو 100%. وبالذات بالوضع اللي نحن فيه في عندنا كثير نقص بالادويه، في عندنا كثير غلب الأدوية، فأنا بأمل وبطلب من كتير عالم إنه يروحوا يفتحوا الصيدلية تبعهم يلي بالبيت، يعملوا لها ترتيبة. ما بتتخيلي قد ايه عم تطلع معهم كمية أدوية رهيبة بتتوزع لعالم محتاجين. نحن عنا جمعية حفظ النعمة، أنا بوجه لها طبعاً كل الشكر، بتمرق كل أسبوعين على الصيدلية بتاخد كل الأدوية الموجودة وبترجع بتوزعها لأشخاص محتاجين. ما بتتخيلي فعلاً قديه بستفيد. فكرة حلوة كتير. أنا كتير، أنا صراحةً تحقوم فيها الحملة إن شاء الله قريباً أنا ومجموعة من رفقات الصيادلي، لأنه بتجي بتلاقي الناس صيدلية البيت عنده مثل ما هي، يمكن صلى أشهر ما فتحها أو صح. ما عمل لها ولا جرد صح. حتى مرة بالسنة يجي باخر السنه كله خالصه فعاليته، لا بنمسكه وبنكبه، طب لا تعال هون نحن قبل بشهر ندبر وضعنا، لانه نحن فعلا بوضع بحاجه انه نساعد بعض. صح. نحن بوضع انه نداري وضعنا. مزبوط. فانا كثير هيك بحب انه طيب انا دكتوره هلا معناتها بهالحاله بالنسبه لجواب سؤالي، طيب انا بس بدي اطرح، معناتها الابر اذا خلصت مدتها نحن ما لازم نكبها، الاطراط شو وضعهم؟ طبعا هلا اي شيء نحن عندنا شقين، عندنا الحبوب وعندنا السوائل. الحبوب ما عندنا مشكله فيها لانه هي مواد جافه ما فيها ماء. تمام. بينما عندنا شربات الالتهاب او الاطرات العينيه، اي ماده داخلها ماء وبالذات بعد فتحها بتنمو البكتيريا فيها بنسب عاليه جدا.
فبيجي المريض بيقول لك انه دواء الالتهاب صار له شهرين بالبرادح استخدمه، لا تعال هون دواء الالتهاب اولا اول خطا انت عملته انه لازم يكون خالص اوريدي انت جرعه كامله للالتهاب، يعني ما لك اخذه، هذا هو هذا اول خطا سؤال اهم شيء يعني. ايه هذا اول كثير امهات هيك بيجوا، فانت بتكون عم تضر ابنك، هذا اول خطا عملتيه انه انت اوريدي ما لك مكملتي من المره الماضيه. الخطا الثاني انه شهرين بالبراد لا كتير كتير، ففتح فاتت عليه بكتيريا من الهواء وسكرنا البكتيريا عم تلعب جواه، زادت نسبة البكتيريا فيه فيفترض اوريدي دغري. يعني إذا مو دواء حاطين أنينة عصير نحن تركتيها شهرين انتزع بالبراد بتنتزع طبعا، فهذا دغري دواء على الإتلاف. عنا الأطرات العينية كمان نفس الشيء، كتير مرضى بيقولونا ما صلى شهرين كمان كمان غلط، متى ما فتحت القطره يفترض مباشره تنحط بالبراد الى وقت يمكن شهر اربع شهور تمام هي شهر تمام اربع شهور بعد او حصرا بالبراد كمان طبعا. لانه هي ماء فيها مواد واي شيء بتخله المي فنمو البكتيريا والفطريات سريع. سريع يعني خصوصي انه هو كمان بيكون اساسا مقطر يعني تمام. دكتوره هلا بصراحه نحن اخر فتره عم نلاحظ مثل ما تفضلتي انه بظل غلاء الاسعار والمعيشه وهيك بطني عم توجعني، حاسه حالي دايخه، عم تصيبني رشفه، مرتفعه حرارتي، احس بدايه التهاب امعاء، عوامل نفسيه شديده بتمام. تماما عم نلاقي انه الام خايفه على بنتها، بتروح لعند الجاره عم تعمل صبحيه بتقول لها والله بنتي هيك صاير، ما عم بتقول لها تعالي اقول لك انا اخذت هذا الدواء كثير منيح ونعسبني وارتحت ومسحت رسول يعني. فمنلاحظ انه عم يصير وصف ادويه وفيتامينز هن بالاساس خلينا نقول ما نو مستندين على طبيب او راي مختص، فكل حدا عم يصير ياخذ من حاله. هل عن جد انه الشخص هو طبيب نفسه مثل ما بيحس لازم يعمل، ولا نحن بكل الاحوال بغض النظر عن الحاله مهما كانت بسيطه انه نرجع لطبيب مختص؟ تمام. هلا في عنا حالات بسيطه بتنحل بالصيدليه بالذات، نحن صراحه عنا كادر صيدلاني صراحه جدا شاطر بالبلد ضمن البلد يعني صحيح. احيانا اشياء بسيطه بتنزل عند صيدلاني بحل لك اياها اوكي، بينما في عنا لا في عنا حالات معينه حالات شديده انت مضطر انك تراجع طبيب، وعلى فكره انت هيك بتكوني كسبتي شغلتين انك انت كسبتي وقت وماديا كسبتي، لانه بيجي المريض بياخذ دواء بعدين بقول له ما تحسنت برجع عند الطبيب ردي برجع بشتري الدواء مره ثانيه، فلا تعال هون انت اوريدي امشي صح عشان تاخذ نتائج صح صحيح. من الاساس بتروح لعند دكتور دائما الحلول العلميه وانت تمشي صح بتريح كثير. بنروح لعند الدكتور بنحكي مع الدكتور بنشخص صح بناخذ الدواء صح بناخذ نتائج صح، مثل ما بيقول العلم دائما هو الحل طبعا، لانه خلص انت مشيت على قواعد صح، فانا نتيجه حكي مع الدكتور شرحت له فخلص وصلنا للتشخيص الصح. بس انه تبع جارتي قالت لي وفلانه قالت هون لا يا مثل الدكتور بيصلها فعلا لا وفعلا الصيدلاني هو دكتور لا شو في دكتور ما في داعي كل واحد لا وبتجي بتلاقي انه اخذت ادويه ما لها لازمه عطتها اثار جانبيه ضايقتها ازعجتها بطل كمان كذا دواء يعني ما بتتخيلي فعلا كثير الوضع سيء. دكتوره طيب انا خليني اروح على بما انه عم نحكي على أدوية والجارات والفيسبوك هدول القصص، هلأ بدي أحكي عن الدواء اللي هو محبوب الجماهير والكل بياخده إذا حس أنه عطس، مسكنات دائماً ملاقيهم بجزدان الصبية، بيمكن تابلو السيارة بالبيت وين ما كان موجود بالطاولة نص الطاولة بتلاقي دائماً في هيك علبة فيها مسكنات تشكيلة. تماماً ومنها المسكنة. يا ترى فعلاً أنا إذا حسيت بوجع راس أو شوية حرارة تغري لازم أخذ الحبة؟ هلأ فعلاً في عالم عندها ادمان ادويه بفوت على الصيدليه لو شو من كان بيعطيني دواء يا حبيبي انت مانك محتاج شو من كان، فخلص هو بس مجرد احتواء ولعلبه الدواء خلص فهو بيرتاح نفسيا فبس هو في نقطه ماله منتبهي لها بيقول لك ستامول امن هو مو اوكي انا معك هو امن بس انت عندك كبد وكلاوي هدول المصافي تبعات الجسم فرح يصير عليهم ترشيح حتى الستامول له سميه عاليه على الكبد طبعا وعفوا على الكليه فبيأثر فكثرته كمان بتضر اي دواء عند اللزوم او عند يعني خلص عند الضروره القصوى يعني. وطبعا في شيء اقل ضرر من شيء بس ممكن مثلا كوجع راس خفيف لا طبعا مثلا روح نام ارتاح حدي تفكير اعمل استرخاء حمام مي سخنه ممكن تفكير. احيانا تمام حمام مي سخنه هذه الاشياء كثير حط راسك ونام بتفيق بتلاقي حالك تنشطت ما نام خلص ريح اشرب كاسه بابونج دافيه بحد ذاته هو تمام. مرخي اعصاب يعني ممكن يرخيك كمان تمام تمام تمام. طب دكتوره هلا نحن حكينا عن السيتامول خلينا نروح للشق الاهم تبع علبه الدواء اللي بالشهرين تاركتها الماما تبع الطفل بالبراد ادويه الالتهاب مضادات الوزن حتى هلا عم نلاحظ عند الشباب اخر فتره المهدئات عم يستعملوهم كلياتهم بدون وصفات طبيه هي عن جد بدها وصفه طبيه ولا نحن اللي كثير راخين وغير دول كثير هن اوفر بروتكتيف ولا شو الموضوع؟
هلا اذا بتجي للحقيقه صراحه نحن عندنا كثير اشخاص بياخذوا مهدئات بنسب عاليه بحكم ظروف اللي نحن عم نمرق فيها حاليا صح. فبيقولوا لك انه نحن نفسيتنا تعبانه، بس هذا الشيء طبعا غلط، وطبعا المهدئات ما بصير تتاخذ غير ضمن وصفه طبيب نظاميه، وحتى وصفه الطبيب انه لا بجرع محدده وهي بتكون مؤقته وليس معينة. طول العمر صحيح. لانه هو بالاخير يعني هي المهدئات يعني بتعمل تخدير للجمله العصبيه، فبتلاقيه بيندرخ وبينام. طب وين حياتك؟ وين عملك؟ انا كثير زباين بيجوا بيقولوا لي وعن طريق دكتور وصفه، يعني اخذ الوصفه تبعه بيجي تاع نهار بيقول لي كرمال الله ايمي انا امبارح طول النهار نايم ما قدرت ارفع راسي على شغلي ما رحت. طيب بالاخير اوكي انت عم تاخذ مهدئات بس عم تضر حالك. صحيح. طبعا عند حالات يعني في حالات ضروريه اوكي طبعاً. بس اكثر من هيك لا. فلا طبعا غلط انه تتاخذ المهدئات بدون اي وصفه، وقد ما نقدر نخفف منها نتخلص منها تدريجيا. وبالاخير في ادويه معينه ممكن الواحد يستفيد منها وما بيقدر يعيش بدونها بس ضمن نطاق امن. حتى مضادات الالتهاب صارت حاليا قضية عالم يعني تمام كامل. تمام. نحن في عنا يعني ضمن تفكير الشعب عنا بيفوت اعطيني علبه التهاب لك يا حبيبي والله ما بدي مثلي علبه التهاب يا حبيبي اوكي بيطلع متزاول ومعصب بروح على جارتك اوكي لك انا والله مشان ما اضرك بس انه مجرد شويه حراره التهاب صح. وبعدين في العالم شيء كثير ما بيعرفوه انه كورس الالتهاب بعد منه بيعمل اثار جانبيه يعني بنشاهد كثير عند النساء بعد ما ياخذوا كورس التهاب بتصير يعني عندهم التهابات نسائيه صح. لانه قلت المناعه صح. طالما قلت المناعه بترتفع الاضرار عنا بالجسم، بتلاقي البكتيريا النايمه بتطلع صح. فكتير غلط هن بس بيفكروا انه التهاب معناته حانشفى خلصنا، ما بيفكروا بالاثار الجانبيه اللي بعدها. اي حتى كثير مثلا عالم بيقول لك بعد ما اخذت كورس التهاب ما صار من اسبوعين اخذ واحد حرك علي ضرسي ما بعرف شو كلويه صحيح. طيب وهذا دائما دكتوره نحن سبقنا حكينا عنه مع كمان الصيدلاني دكتور انه بليز ما بتعطوا المضادات الالتهاب، ما تكتروا الجهاز المناعه ما عاد رح تطلع عنا امراض بعمرنا مو شايفينها بالجهاز ما يقدر اصلا يحمي حاله يعني طبعا. حتى هلا المقاومه بتصير عم تزيد عم نتفاجئ كثير يعني طبعا. حتى في عم ننزل صرنا ادويه حب هذاك اليوم كنا عم نتناقش انا والدكتوره ايفانا انه حتى عم نلاقي صرنا بسوريا الحب لادويه هي كانت اساسا نحن بنعطيها بالحالات تبع المقاومه مثل فانكوميسين لا عم نلاقي حب صار بالصيدليات طبعا. عن جد هي مشكله كثير كبيره لا وبيجي المريض بيقول لك الشركه ما عادت مثل الاول، الشركه تصنيعها سيء، الشركه ما في ماده فعاله، الدواء مثل طبيعي هذا الحكي صحيح قصه انه نحن هذا هو فجسمك ما عاد يتفاعل كثير مع الماده لانه صار عندنا حاله اشباع مزبوط خلاص يعني طيب دكتوره خليني بقى انا اروح على شغل كثير مهم وبيهمني دائما بنقول للعالم ما بصير هو انا اقول ما بصير رح جاوب بدي جواب من حضرتك دكتوره والله انا صار عمري كذا اعطيني فيتامين د اعطيني فيتامين سي اعطيني اي فيتامين اللي هو فينا نحن ناخذ الفيتامين بدون ما نحلل هلا نحن انا دائما بالاخير بحب الشيء العملي يعني ما رح اجي مثلا انه اقول لك نظر صراحه نحن كشعب بتقولي له روح حلل بغب لك شهرين وثلاثه وما بيروح مزبوط كثير في عنا كسل وما عنا هذا الوعي تبع انه لا نمشي صح نمشي ضمن شغل صح انه انا اروح حلل اخذ التحليل اقرا النسب طالع نازل اخذه ضمن رينج معين هذا الشغل الصح بس عنا كشعب بيقول لك بدي اروح ادفع حق تحليل والتحليل غالي كثير وما عندي وقت ومع انه بتلاقيه مثلا كحياه عايش وبيروح وبيجي بس بيتهامل هون وهذا الشيء كثير غلط فهو كصح طبعا انه نعمل تحليل ونشوف النسب قد ايه ناخذ دوز وطبعا بعد استشاره الطبيب لفترة معينة بس نحن فينا ناخذ فيتامينات عامة من الـ A to Z يعني كاملة فيتامينات شاملة مع فيتامينات مع معادن وكمان بضمن سي ممكن مثلا حبة واحدة يوميا بعد الفطور لمدة شهر شهرين بعد منا انه لا حطها عندك بالمطبخ ان شاء الله بتاخذ مثلا مرك الاسبوع اي مرك الاسبوع مرتين بالاسبوع انت بتكون رممت شو ناقصك رممت بس دائما برد برجع بقول زائد اخو ناقص يعني حتى نسب الفيتامين د العاليه مضره جدا نسب الفيتامين بي 12 كمان مضره جدا بتعمل انصمامات حتى يعني كثير اجاني مريض هذاك اليوم عم يشكي الم شديد ومو عرفانين عملوا طلع عنده دوز عالي جدا من البي 12 وهو اللي ضر حاله بايده تمام. لا انت من البدايه لا انك مضطر انه تقصر ولا انك مضطر انك تزيد امشي ضمن الحد وكل الطبيعي صح. لانه نحن يعني نتمنى انه ناخذ فيتامينات من المصادر الغذائيه ما نحتاج للحبوب هذا حتى هو الفيتامينات بالنهايه هي سم
طبعا ما بيقولوا زايد اخو الناقص طبعا زايد. وكثير مرضى بيجي بيقول لي اعطيني اعلى عيار فيتامين سي. يا حبيبي الشغله ما انا اعلى عيار فيتامين سي، انه هو الجسم بيمتص نسبه معينه والباقي بيطرحه بيقول لي لا معلش هاتي. صحيح. فلا انه خلص امشوا ضمن الطبيعي بترتاح. مزبوط. دكتوره نور عن جد شكرا كثير لهالمعلومات، كثير من العالم ما بتعرفها، وان شاء الله سنه كريمه عليكي وتحملنا السنه الجايه ايام احلى واحلى. امين يا رب. كل سنه وانت